قمة الأربعين. هذا الرقم سر من أسرار الله. يعني في علم الأرقام رقم الأربعين مهم. هذا الرقم يرافق البشرية منذ بداية الخليقة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خمر طينة آدم بيده 40 صباحا، وبعد 40 صباح نفخ فيه من روحه. ثم انتقلت القضية إلى النطفة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. هاي المراحل كل مرحلة من عدها 40 يوم. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر في أكثر من آية: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، حتى يكون مهيئ لاستلام في الواقع قيادة الأمة كان هو نبي. ولكن هذه مرحلة خاصة وبنفس الوقت اختبار للأمة، أريدك تتركهم 40 يوم حتى أنت تتهيئ لما سيجري عليك من معاناة جديدة. وهم تختبرهم 40 يوم يبقون ثابتين لو تزل قدمهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يعتزل خديجة 40 صباح، 40 يوم في غار حراء، ها النبي يتعبد الله عز وجل رغم النبوة ورغم العظمة. ثمة عظمة أخرى يجب أن يهيئ لها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي عظمة الزهراء سلام الله عليها. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون نطفتها في النبي، لازم النبي يتهيأ 40 يوم صلاة وصوم وعبادة وتهيئ، ليتهيئ النبي للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. يونس النبي مهل قومه 40 يوما، في الروايات أنه بقي في بطن الحوت 40 يوم وأنجاه الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك. أن السماء بكت على أبي عبد الله الحسين 40 صباحا. إحنا في تعاملنا من عاشر الناس 40 يوما أيضا ضمن روايات صار منهم. الإمام الصادق يقول: إذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين، وقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. قال الله عز وجل: إني أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. حفظ منا 40 حديثا جاء يوم القيامة وحشر مع العلماء والفقهاء. الكثير من الأمور مربوطة بالأربعين. يعني ماذا؟ يعني 40 بلوغ مرتبة من المراتب، يكون الساحة وتكون الأمة ويكون الإنسان مهيئ لمرحلة أعظم. تعالوا إلى زيارة 40 الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بدأت ملحمة عاشوراء يوم العاشر، أرادوا لها أن لا تبقى، ولكن الإمام السجاد أراد أن يعولم قضية الحسين. بدأت في عاشوراء وتعولمت، أصبحت عالمية في يوم 40. إذن بداية انطلاقة عاشوراء الحسين وعولمتها لازم يكتمل 40 يوم، ليعود السجاد ليفجر الإمام السجاد واقعة الطف إلى العالم.